السلام الوطني للإمارات العربية المتحدة. The National Anthem of United Arab Emirates. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حفظكم الله تعالى ورعاكم. سمو الشيوخ، أصحاب المعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. للعلم صروح تبنى بسواعد الفكر والمعرفة وبعزيمة أبناء الوطن المخلصين. نرحب بكم في هذا الصرح العلمي، كلية الدفاع الوطني، كلية هي الأحدث بين الأكاديميات والمعاهد العسكرية المتخصصة في الدولة، تعنى بالكوادر الوطنية وتنمية قدراتهم للتعامل بإيجابية واحترافية مع المتغيرات والمستجدات فيما يتعلق بالأمن الوطني والإقليمي والدولي. وها نحن اليوم نتشرف بتخريج نخبة من أبناء هذا الوطن الغالي، دورة الدفاع الوطني الأولى. وخير ما نبدأ به آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا القارئ وليد محمد الشميري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. الحياة السهلة لا تصنع الرجال ولا تبني الأوطان، التحديات هي التي تصنع الرجال، وهؤلاء الرجال هم من تبنى بهم الأوطان. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. الآن مع كلمة سعادة اللواء الركن طيار رشاد محمد سالم السعدي قائد كلية الدفاع الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيدي الفريق سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أصحاب السمو الشيوخ، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، ضيوفنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم سيدي وبالضيوف الأفاضل في حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 2013-2014 الأولى. هذه الدورة التي أوجدت بعداً آخر للتعليم في مجال إعداد القادة وركيزة إضافية للتعليم النوعي في مدارسنا العسكرية وللتعليم العالي في الدولة ولبنة داعمة للاستراتيجيات الوطنية. سيدي نتشرف بحضوركم وبرعايتكم حفلنا هذا وبدعمكم للكلية ومتابعة برامجها منذ المراحل الأولى لإنشائها. ولقد كان دوما للرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وتطلعاتها وتوجيهاتها السامية الأثر الأكبر في تحقيق إنجازات حقيقية وضعت دولة الإمارات في مصاف الدول المتحفزة لنيل أعلى المراتب في شتى المجالات. إننا سيدي في الكلية نتشرف بسيدي الفريق سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيساً أعلى للمجلس الأعلى للدفاع لكلية الدفاع الوطني، ونتشرف بأعضاء المجلس الأعلى الموقر من أصحاب السمو والمعالي والسعادة ودورهم في وضع سياسات الكلية وتوجيه دفتها نحو إنجاز لمهمتها بنجاح وتميز. وإذ نثمن الدعم المستمر واللامحدود من قبل سيدي سمو رئيس المجلس الأعلى للكلية حفظه الله ورعاه وتوجيهاته السديدة منذ المراحل المبكرة لتأسيس الكلية وخطوات إنشائها وتصميم وتطوير المنهاج وبرامجها الأكاديمية والبحثية وفق أعلى المستويات العالمية،
وبما يحقق لمؤسساتنا الوطنية كافة إضافة نوعية من حيث توحيد مفاهيم الفكر الاستراتيجي والتركيز على المجالات التي تخدم الأمن الوطني ودعائم الاستقرار والتنمية، وبما يعزز استمرار المسيرة الناجحة لوطننا الغالي. كما كان للمتابعة المستمرة من سيدي الفريق سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أكبر الأثر في المستوى الذي بلغته كلية الدفاع الوطني اليوم. إننا ندرك سيدي تماماً مدى حاجة الوطن لجهود أبنائه الواعين المخلصين لكي يعملوا بتفان كبير وولاء مطلق، وندرك مدى أهمية فهم ما يدور حولنا من تأثيرات على كافة الصعد وفي مختلف المجالات. فوضعنا مصلحة الوطن نصب أعيننا والالتفاف حول راية القيادة سبيلنا بكل ثقة وعزم، واتخذنا العلم والإيمان سلاحا. ولقد أسهم تعاون العديد من المؤسسات والقيادات الوطنية العليا في تحقيق الأهداف المرجوة والنتائج المنتظرة حول تمكين الدارسين من الحصول على معلومات قيمة لبحوثهم ودراساتهم تعد من صلب الموضوعات المقررة في المنهاج، بغية التعرف على البيئة الاستراتيجية والتحديات والموارد الوطنية المتاحة وغيرها من المواد التي يتضمنها منهاج الدورة. كما تعلمون سيدي، فإن نجاح الكلية كنجاح أي عمل ذي أهمية، إذ تحقق على أساس رؤية حكيمة وتصميم جاد مبدع وبصيرة نافذة، وبالمثابرة والإخلاص وتوظيف الأفكار الخلاقة والإبداع والطموح الذي لا يرتضي إلا تبوأ أعلى المراتب. فأصبحت دولة الإمارات مميزة في كل عمل، وذلك بفضل تطلعات وإنجازات قيادتنا الرشيدة التي ينعم الوطن في ظل عدلها وحبها لشعبها وتبنيها لمنهجية عمل تم التخطيط له بعزم وواقعية وطموح وقيم أصيلة حققت أعلى مستويات الأمن والتنمية والرخاء. وكلية الدفاع الوطني لديها من الطموحات والتطلعات ما يجعلها تحقق رؤية ونهج القيادة وتسعى لبلوغ المستوى العالمي. إننا في هذه المناسبة نتوجه بالشكر إلى كل الجهود المخلصة التي تجلت بوضوح وتوجت بنشأة كلية الدفاع الوطني لدولة الإمارات، كلية عالية المستوى، ونتشرف بتخريج هذه المجموعة المنتقاة من أبناء الوطن ممن شاركوا كدارسين وخرجوا من الدورة باستفادة نوعية. إن التعاون الذي أظهره الجميع في سبيل إنجاح مهمة الكلية إنما هو مؤشر آخر للانتماء والوطنية وروح التكاتف، وهي دعامات هامة لقوة الوطن ومنعته. وهكذا أثمر ولا يزال غرس زايد الخير وإخوانه لدولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت تنعم بأعلى درجات الأمان والرخاء في ظل قيادتنا الحكيمة تحت قيادة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجهودكم وإخوانكما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حفظكم الله. اسمح لي سيدي الآن أن أتوجه بكلمة للخريجين، وهنئكم على ما بذلتم من جهود مكنتكم من الاندماج في بيئة التعليم في الكلية وتحقيق الانسجام فيما بينكم من أجل الاستفادة من الدورة، وأشكركم على ما قدمتموه لبعضكم بعضا من خبرات وتجارب أثرت العملية التعليمية، وعلى تعاونكم معنا لإنجاح مؤسسة وطنية ناشئة وبرنامج تم استحداثه لترتكز عليه انطلاقة موفقة بإذن الله. إنكم اليوم تجسدون مرحلة جديدة، وإني لعلى ثقة أن قدرتكم على العطاء وعلى تحمل المسؤولية قد تعززت هذه القدرة بفضل الشغف الشديد الذي أظهرتموه ورغبتكم في اغتنام الفرصة التي أتيحت لكم على مدى عام دراسي كامل، وذلك بفكر متجدد وهامات طموحة متحفزة لخدمة الوطن وفاء له، تماما كما أرادت لكم قيادتنا الرشيدة التي تستحق منا جميعا الولاء المطلق. لقد كان جليا أمام عيوننا أن جل غاياتكم أمن الوطن والحفاظ على مكتسباته بنهج قويم وقيم راقية
مستمدة من أصالة الوطن. آمل أن تتطلعوا دائماً لما فيه خير ومصلحة وطننا الغالي الذي يستحق منا بذل كل ما نستطيع من أجل عزه ومنعته، وأن تتحلوا دوماً بالحكمة وبعد النظر، وأن تكونوا العين الساهرة والسياج الواقي لحماية الوطن والذود عنه وعن حياضه ومكتسباته، وأن تكونوا رهن إشارة قيادتنا، وعند حسن ظنها بكم وأتمنى لكم شخصياً دوام التوفيق. سيدي، في نهاية كلمتي هذه لا يسعني إلا أن أتقدم وهيئة التوجيه وجميع منتسبي الكلية من سموكم بالشكر الجزيل، معاهدين الله على مواصلة العمل بتفان وإخلاص، وأن نكون دوما وأبدا عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن نظل دائما الدرع الواقي والعين الساهرة التي لا تنام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة الخريجين يلقيها بالنيابة عنهم العميد الركن مطر سعيد راشد النعيمي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيدي الفريق سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سمو الشيوخ أصحاب المعالي والسعادة حضور حفلنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي فخري واعتزازي أن أقف أمامكم اليوم في هذا اليوم المبارك ليلقي كلمة خريجي دورة الدفاع الوطني الأولى في هذا اليوم الذي يخطو فيه هذا الصرح العلمي خطوته الأولى، حيث يشع نور العلم ساطعاً من وطن لا يرضى إلا أن يكون شامخاً، وفي ظل قيادة مبادرة تتصف بالعزيمة الصادقة. إنها التوجيهات السامية التي حولت حلم الوطن إلى حقيقة في مدة زمنية قصيرة وفي ظرف إقليمي ودولي يتسم بالكثير من المتغيرات والتحديات التي تتطلب فكراً وتحليلاً يضع نصب عينيه أمن الوطن والمحافظة على مكتسباته. ومن هنا جاءت الرؤية الاستراتيجية في إعداد قيادات واعية متسلحة بالعلم والمعرفة من خلال هذا الصرح العلمي الجديد المتمثل بكلية الدفاع الوطني هدية القائد للوطن. سيدي، بالنيابة عن خريجي الدفعة الأولى وبعد الحمد والشكر لله عز وجل على نعمته وتوفيقه، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه لتوجيهاته السامية بإنشاء كلية الدفاع الوطني. ولمقامكم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاكم الله على بث روح العمل والمبادرة والتفاؤل بين كل مواطني الدولة، وعلى تشريفكم لنا اليوم في حفل تخريج الدفعة الأولى. كما أتقدم بالشكر والامتنان لسيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للكلية لتوجيهاته المستمرة ومتابعته المباشرة، حيث كان ذلك عنصراً رئيساً فيما وصلت إليه الكلية في وقت زمني قصير.
لقد أنعم الله علينا بقيادة تقرأ المستقبل فتصنع الحدث، وقبل كل ذلك قيادة ارتكزت أولوياتها على الاستثمار في بناء وتأهيل المواطن الإماراتي، وكان كل ذلك في إطار من الحكمة وبعد النظر، وتجلى ذلك بوضوح في توقيت ومضمون المرسوم الذي صدر بإنشاء الكلية، والذي فتح المجال للانتساب للدورة من العاملين بالمؤسسات العسكرية والمدنية في تمازج خلق تكاملاً فريداً يعكس عمقاً لإدراك قيادتنا الرشيدة، ويساهم في فهم أكبر لأدوار مؤسسات الدولة. سيدي اسمح لي أن أشكر وأشيد بدور القيادة العامة للقوات المسلحة لدعمها لبرامج الكلية منذ مراحل التأسيس وحتى يومنا هذا، كما أتقدم بالشكر والتقدير لقائد كلية الدفاع الوطني ولعميد الكلية، وكذلك لأعضاء هيئة التوجيه الأكاديمي والإداري الذين عملوا بكل جهد وإخلاص لإنجاح الدورة الأولى، كما أشكر زملاء الخريجين على ما بذلوه من جهد ووقت في سعيهم للتحصيل العلمي وإثراء النقاش وتفاعلهم مع برامج وأنشطة الكلية، متمنياً لهم التوفيق في خدمة الوطن. سيدي في الختام نكرر عهدنا نحن خريجو دورة الدفاع الوطني على بذل كل ما من شأنه رفع راية الوطن عالية خفاقة، وأن نكون خير سند لقيادتنا في مواصلة مسيرة البناء والتقدم والنجاح، وفي ظل قيادة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء، وإن أتيت بجود من ذوي نسب فإن نسبتنا جود وعلياء، ففر بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. إيجاز دورة الدفاع الوطني الأولى يقدمه العقيد الركن عبد الله سالم عبد الله الزعابي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي، جاء إنشاء وتأسيس كلية الدفاع الوطني لتأخذ موقعها المؤثر والفاعل في منظومة التخطيط الاستراتيجي للدولة، لتكون مركزاً للتميز والإبداع في طرح الحلول الاستراتيجية لقضايا الوطن والدفاع في إطار علمي شامل يتناول الأمن الوطني بكافة أبعاده بمنهجية علمية معاصرة، كما تسعى إلى تطوير قدرات الدارسين في البحث والتحليل والنقد والتقييم ومهارات الحوار ضمن بيئة تعليمية تفاعلية تمكنهم من رسم السياسات الوطنية وصناعة القرار الاستراتيجي حول القضايا الوطنية وتوحيد المفاهيم الاستراتيجية لدى العسكريين والمدنيين. سيدي، بدأت الدورة بتاريخ 1/9/2013 على مدى 46 أسبوعاً دراسياً مقسمة إلى 3 فصول دراسية. تضمن البرنامج سيدي الأكاديمي 4 محاور دراسية رئيسية، وهي: المحور الدراسي الأول يغطي البيئة الاستراتيجية المحلية والإقليمية والدولية. المحور الدراسي الثاني يغطي الاستراتيجية ومقارنات استراتيجيات الدفاع والقيادة الاستراتيجية. المحور الدراسي الثالث يغطي عناصر قوة الدولة، وهي: دبلوماسية،
المعلومات مكونات الدفاع الاقتصاد، المحور الدراسي الرابع، ويغطي أبعاد ومفاهيم الأمن الوطني وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى مساق القضايا المعاصرة وأساليب البحث العلمي ومشروع التخرج. كما تضمن المنهاج جولة دراسية إقليمية ودولية، وكان من أهمها زيارة مقر حلف الناتو والبرلمان الأوروبي في بروكسل، ومقر الأمم المتحدة ومنظمة التجارة الدولية في جنيف. هيئة التوجيه يشرف على تنفيذ هذا البرنامج مجموعة من الموجهين من حملة الدكتوراه وذوي الخبرة في هذا المجال. التمارين تضمنت الدورة تمارين في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات وتمرين شامل للأمن الوطني. لغة التدريس، اللغة الأساسية للتدريس هي اللغة الإنجليزية. أما الشهادات، يمنح الدارس درجة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، بالإضافة إلى درجة الدبلوم في الإدارة الاستراتيجية لموارد الدولة. الدارسون، سيدي شارك في الدورة 30 دارسا، منهم 14 ضابطا من القوات المسلحة، وضابطين من وزارة الداخلية، و14 مدنيا يمثلون الوزارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، وهم وزارة الخارجية، وزارة العمل، وزارة شؤون الرئاسة، المجلس الأعلى للأمن الوطني، الأمانة العامة، للمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، دائرة المالية أبو ظبي، مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة، مركز الإحصاء أبو ظبي، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل مصدر، شركة أبو ظبي الوطنية للمعارض، شركة أبو ظبي للخدمات الصحية صحة، ومؤسسة الإمارات للاتصالات اتصالات. شكرا سيدي. يتفضل الآن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتوزيع الشهادات على خريجي دورة الدفاع الوطني الأولى. العميد الركن مطر سعيد راشد النعيمي، القيادة العامة للقوات المسلحة. العميد الركن عيسى راشد عبيد المهيري، القيادة العامة للقوات المسلحة. العميد الركن دكتور مبارك سعيد غافان الجابري. العقيد ركن مهندس سعيد سالم حسن السويدي، القيادة العامة للقوات المسلحة. العقيد الركن مهندس علي محمد سعيد النيادي، القيادة العامة للقوات المسلحة. العقيد الركن مهندس خالد حميد بن بدر السويدي، القيادة العامة للقوات المسلحة. العقيد الركن مطر خليفة عبيد الطنيجي، القيادة العامة للقوات المسلحة. العقيد ركن مهندس راشد محمد المحرزي، القيادة العامة للقوات المسلحة.
العقيد الركن خالد عبد الرحمن علي الكعبي القيادة العامة للقوات المسلحة. العقيد الركن بحري ناصر جعفر محمد اليافعي القيادة العامة للقوات المسلحة. العقيد الركن علي سعيد علي الكعبي القيادة العامة للقوات المسلحة. العقيد الركن بحري سلطان حميد عبد الله النعيمي القيادة العامة للقوات المسلحة. العقيد الركن بحري طيار محمد حمد خليب الكعبي القيادة العامة للقوات المسلحة. العقيد الركن علي سعيد مطر النيادي القيادة العامة للقوات المسلحة. العقيد عارف محمد بن سلطان الشامسي وزارة الداخلية. العقيد عبد الله عوض عبد الله الجعيدي وزارة الداخلية. سعادة مبارك سعيد أحمد الظاهري وكيل وزارة العمل. سعادة السفير سعيد مطر سلطان الصير القمزي مدير إدارة العمليات وزارة الخارجية. سعادة روضة محمد جمعة العتيبة مدير إدارة الشؤون الأمريكية وزارة الخارجية. أنور عثمان باروت البارودي المجلس الأعلى للأمن الوطني. موزة علي راشد الهاملي مدير إدارة التطوير المؤسسي وزارة شؤون الرئاسة. منصور إبراهيم أحمد المنصوري مدير تنفيذي مكتب الاتصال الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. عبد العزيز حارب سلطان اليوسف المدير التنفيذي لقطاع الموازنة العامة دائرة المالية أبوظبي. عائشة أحمد عبد الله الشيخ الزعابي المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة. أحمد الشيبه خميس الشرياني المدير التنفيذي لقطاع الدعم التقني والإداري مركز الإحصاء أبو ظبي. المهندس أحمد عتيج محمد المزروعي نائب المدير التنفيذي النووي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. سعود عبد العزيز ناصر الشامسي مدير أول إدارة الاستثمار شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر. محمد حمد جابر الهاملي المدير التنفيذي إدارة المساندة شركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة. حميد مطر سالم الظاهري المدير التنفيذي التجاري شركة أبوظبي الوطنية للمعارض. علي عبد الله محمد الأحمد الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي مؤسسة الإمارات للاتصالات اتصالات. هدية تذكارية بهذه المناسبة مقدمة من قيادة كلية الدفاع الوطني لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله بهذه المناسبة تخريج دورة الدفاع الوطني الأولى 2013-2014. يتفضل سيدي راعي الحفل
لأخذ الصورة التذكارية مع الخريجين لتبقى هذه الصورة في صفحات التاريخ الناصعة. نشكر لكم سيدي صاحب السمو رعايتكم وتشريفكم هذا الاحتفال بتخريج أبنائكم أبناء الوطن في هذه الكلية الغراء، كلية الدفاع الوطني. نرجو من الحضور الكرام التريث قليلا لحين انتهاء هذه الفقرة. شاكرين تعاونكم في الانتظار قليلا لحين انتهاء أخذ الصور التذكارية.